اليوم بدنا نكمل على محاضرة المرة الماضية عن الفوتوفولتيك سيلز وطرق تصنيعها وترتيبها وشو بتختلف بأنواعها، مين الشركات المصنعة إلها، مين أشهر الشركات المصنعة إلها، إيش استخداماتها. أول إشي بدنا نحكي عن طريقة الأري، ترتيب المصفوفات بالفوتوفولتيك سيلز. في عنا طريقتين، أول واحدة البارالل، في ناس عم تطلع من الميتينج وبترجع مش عارفة إيش مشكلتهم. تمام، إذا كانت الطريقة أو طريقة الترتيب موجودة فيها بارالل، نعرف إنه الفولتج فيها بيكون ثابت. هلأ هاي كل واحدة فيهم خلية، هون مرتبين على البانل بطريقتين. أول طريقة اللي هي البارالل، هلأ هاي تمثل وحدة إلها فولت وكارنت معينين. لو افترضنا إنه الفولتية لهاي الوحدة 0.5 والكارنت تبعها 3 أمبير، هلأ بطريقة البارالل اليونتس المرتبة جنب بعض نقدر نجمع الكارنت تبعها، هي مرتبة على طريقة توازي البارالل، يجمع الكارنت تبعها. يعني بهدول بهاي الحالة بصير الكارنت تبعها 6 أمبير. بصير الكارنت تبعها 6 أمبير. تمام، الفولتية بتضلها 0.5 ما بتنجمع. هلأ بالثري يونتس بتصير 9 أمبير. إذا إجينا نمثلها على الجراف، في الأمبير هون والفولتية هون تبعت السيلز، الوان سيل حكينا الفولتية تبعتها 0.5، مع زيادة اليونتس تبعون السيلز ما رح تتغير الفولتية بس الأمبير تبعها بنجمع. شو بتختلف عن طريقة السيريز؟ التوالي والتوازي. هون نحكي عن التوالي. شو بتختلف عن البارالل؟ إنه هون الفولتية اللي بتنجمع مش الكارنت. مثلاً الفولتية 0.5 فولت بالتو يونتس بتصير 1، بالثري يونتس 1.5. الأمبير بضله نفسه لا يتغير. هلأ كمان بالتمثيل تبعه، إذا كان 1 سيل 2 سيلز 3 سيلز أو 4 بتم جمع الفولت. هذا الفرق بين طريقة البارالل والسيريز. معلش بس نعمل ميوت للمايك للكل. تمام، هلأ الطرق تصنيعها، احنا اخذنا المرة الماضية كيف منخليها، كيف منحول السيليكون لسيمي كوندكتر، كيف منخليه موصل. اليوم بدنا ندخل على طريقة التصنيع. يعني احنا المرة الماضية كنا عم نحكي كيميكال، اشياء كيميكال، لا هلأ البروسيس كيف أصلاً بتم تصنيعه. أول إشي الكريستال جروينج بفيز الكريستال، في عنا طريقة الأفشنسي تبعتها عالية اسمها زوكراليسكي، هاي سموها نسبة لاسم العالم اللي اكتشفها، اللي اكتشف هاي الطريقة. شو هاي الطريقة؟
هاي بتم فيها نمو البلورات، تصنيع البلورات، بلورات أحادية عالية النقاوة. هاي بتتم على درجة حرارة 1425 سلسيوس، بتم صهر الكريستال. هلأ منشوف صورة بتوضح هاي العملية إنه كيف بتتم. بهاي العملية ما بكون في أي شوائب، مستحيل يكون في أي شوائب، لأنه عملنا لها انصهار كامل بجو محيط بالأرجون، غاز الأرجون، حتى مش هواء عادي، بجو معزول تماماً في غاز أرجون. بعدين منيجي على الفلوتينج زون. الفلوتينج زون أكيد عمركم شفتوا طرق تصنيع الأزاز كيف بعد صهره بتم النفخ فيه عشان نشكله بالشكل اللي إحنا بدنا إياه. نفس الإشي هون بالكريستال جروينج، الفلوتينج زون بتم تشكيل الكريستال بهاي بهاي الستيب. الانجوت كاستينج، إذا بتتذكروا بالمحاضرة الماضية قلنا إنه لازم يكون شكله السيليكون عبارة عن انجوت. انجوت يعني شكله اسطواني ومن فوق مكور زي قلم الرصاص. كيف شكل قلم الرصاص؟ نفس الشكل. خلينا نشوف هون بس الصورة ونرجع للسلايد اللي قبله. هاي عملية الصهر تبعته للتشكيل تبعه عشان نقدر نشكله بالشكل اللي احنا بدنا اياه. زي ما حكينا بتم على درجة حرارة 1425. هذا شكل الانجوت هون، يسمى هذا بالانجوت، اسطواني ومكور من هون. هلأ بنرجع للسوينج. شو يعني سوينج؟ يعني هون الانجوت اللي تشكل عنا بدنا نقسمه لشرائح بسموها ويفر. ليش بقسموها لشرائح؟ عشان نعملها سيمي كوندكتر، عشان يسهل حقنها بالفوسفور والبارون عشان تصير سيمي كوندكتر. بهاي البروسيس تقطيع بكون عنا ويست تقريباً 20% من الكريستل، يعني بروح من كمية الكريستل اللي إحنا عم نشكل فيها تقريباً 20%، نسبة مش قليلة. يعني هون نحتاج إيش؟ improvement على هاي العملية. بعد هيك ندخل على عملية الدوبينج. الدوبينج اللي هي حقنها بجزيئات البورون والفوسفور عشان نعملها سيمي كوندكتر صالحة للاستعمال عشان توصل عنا الكهرباء. الكوتينج and الكونتاكتس، الكوتينج والكونتاكتس بتم فيها وضع شريحة معدنية على الكريستل. طبعا هاي الشريحة اشي يعني ثن كتير، تقريبا مش مشيوف حتى، بتم تغطية الكريستال فيه. شو فائدة الكوتينج and contact؟ نعطي للكريستال طبقة خشنة شوي. هلأ كل ما عملناها فيها خشونة طبقة، كل ما صارت الرفلكتيفيتي تبعتها أقل، بتبطل تعكس ضوء الشمس. بس كمان إحنا ما بدنا يتشتت ضوء الشمس، فبتكون حتى النتوءات تبعاتها بالكوتينج والكونتاكتس مش واضحة، جزيئات يعني إحنا بنحكي على مستوى نانو، إشي صغير جدا. هاي الشرائح اللي بنحكي عنها زي هيك، يا بتكون سداسية يا مربعة حسب الشكل اللي قبل، إذا كان أسطواني أو عادي. طبعا
طبعا هذا الشكل بفضلوه أكتر لأنه الإفشنسي تبعته أكتر، لأنه كمان الحقن تبعه أسهل ما في زوايا. بعدين بدخل على عملية الدوبينج، بعدين بنحط له ويرينج أند كوتينج، بتشكل عنا بالطريقة اللي إحنا بنشوفها السيلز وحواليها فريمز، بعدين بتم جمعهم للأريز على مستوى أكبر، على بانل أكبر. الإنكابسوليشن، هلأ الخلية مش معقول تضلها زي ما هي، يعني مش معقول إحنا شكلنا الكريستل وعملناه سيمي كوندكتر وخلص، لا طبعاً. بتم وضع كفر فيلم معدني أول إشي. هلأ إنكابسوليشن لأنها بتصير زي الكبسولة مغلفة، كفر فيلم محيط فيه، السولار سيلز بتنحط هون، بعدين زي كفر ماسكها عشان طريقة الفيكسيشن، بعدين طبقة سبتريت. شو هي السبتريت؟ هاي زيادة طبقة أزاز فوقيها بتكون شفافة عشان إيصال الضوء وحماية السولار سيلز، لأنه مش معقول نتركها مكشوفة. بعدين بنحط كفر فيلم نفسه اللي هون. هلأ السيل والجاسكت هدول عشان نمسك اللايرز كلياتها، يعني طريقة فيكسيشن هاي تمسك اللايرز كلها. في أنواع عنا للفوتوفولتك، في أشياء مشهورة ومنشوفها بتطبيقاتنا العملية في البيت، مش بس كبانلز فوتوفولتك بانلز اللي بتولد الإلكتريسيتي فوق، لا ممكن نشوفها بتطبيقات تانية، بس في اختلافات بطرق التصنيع تبعتها أولا، وبالكلفة تبعتها، وبالأفشنسي تبعتها. أول تايب بدنا نحكي عنه السينجل كريستال سيليكون. الكومبانيز اللي بتبيع هذا النوع السينجل كريستال سيليكون، في عنا البي بي سولر، السيمنز سولر اندستريز، واليونيفرسيتي اوف نيو ساوث ويلز. هلا ليش بعطيكم اسماء الكومبانيز؟ فيما لو احتجتوا بالمستقبل مثلا تفتحوا شركات فوتوفولتيك او تستوردوا فوتوفولتيك من الخارج، هدول اسماء الشركات اللي بتصنعهم وبتبيعهم. بيستعملوا الطريقة الزكراليسكي اللي حكينا عنها والفلوت زون. هلأ هاي الطريقة مستحبة ليش؟ لأنه حكينا تنتج بالآخر باللورات أحادية عالية النقاوة، بالتالي تمتص ضوء أكبر. هلأ تشكل 60% من إنتاج الأسواق السنجل كريستال سيليكون. ليش؟ لأنه الإفشنسي تبعتها تعد من أعلى الإفشنسيز اللي موجودة. الثيكنس تبعتها تتراوح ما بين 200 ل 300 نانومتر. إحنا بنحكي عن السل نفسها مش السيستم. الباند جاب 1.12. الإفشنسي تبعتها 24%، وهيك تعتبر أعلى إفشنسي للسولار سيلز. هاي الطريقة اللي حكينا تتصنع فيها اللي أخذناها قبل شوي. Second type اللي هو البولي كريستالين سيليكون. بولي يعني متعدد، كريستالين سيليكون هداك أحادي. الكومبانيز اللي بتبيعها جيكوريا وسولاركس، وجديد صارت تبيعها هلأ البي بي سولاركس.
هلا احنا طبعا بنعرف انه احنا هون بالاردن ما منصنع السل نفسها، احنا منجيبها ومنجمعها، بس السل نفسها اللي بتمتص الضوء ما بتتصنع لسه ولا باي بلد عربي. جيد مصر بلشت ها تفتح مصانع لتصنيع السلز، بس هون عنا يتم استيراده كامل من برا. في ناس بتستورد السيستم كامل، البانل كامل يعني، في ناس بتستورد. يعني لو نرجع للصورة الأولى، هون في ناس بتستورد بس هدول اليونتس الصغيرة، بتم جمعهم بمصانع محلية هون. في ناس لا، بتم استيراد جميع البانل كامل مجمع. هلأ الثيكنس تبعت هذا التايب تتراوح ما بين 200 ل 300 نانومتر، الجاب بيناتهم بتكون 1.12، الافشنسي تبعتها 17.8، يعني هديك 24 قلنا أعلى افشنسي، هاي 17.8. هلأ هي تعتبر ككلفة أقل من كلفة الأول، أول نوع. وتعتبر كمان الإفشنسي تبعتها أقل. هلأ قد إيه بتشكل من الإنتاج المحلي للأسواق؟ 30%، هديك 60%، هون عنا بس 30%. هيك بيكون شكلها. هي لتطبيقات صغيرة تعتبر. ثالث نوع الأمورفوس سيليكون، هذا اللي بنشوفه بالساعات تاعونا اللي على أساس على الطاقة الشمسية، أو بالآلات الحاسبة الشريحة الصغيرة اللي بتكون فوق على الآلة الحاسبة اللي بتكون على أساس إنها طاقة شمسية. هلأ هي بتمتاز بالهاي أبزورفيتيفيتي، تمتص ضوء عالي. تعتبر تشيب مقارنة بالأنواع اللي قبل، النوعين اللي قبل، very cheap. الإفشنسي تبعتها 13%، وبتقل لسبعة لتسعة بالمية كمان بعد أول شهر استعمال، بتقل الإفشنسي تبعتها، لهيك أصلاً هي تشيب. ثيكنس تبعتها 1-2 نانومتر، الجابس بينهم 1.75. نشوف كيف شكلها اللي بتكون بالآلات الحاسبة، أكيد كلكم مرأت عليكم شفتوها. هاي هي، ممكن نجدها كمان بس بعض أنواع الساعات. هلا ايش حسنتها؟ انه سهلة الاستعمال، صغيرة خفيفة، نقدر نستعملها بأي مكان. مثلا هون حاطينها على الكرميد اللي فوق سطح البيت، هاي بهذا الشكل تدخل بين ترتيب البلوكس تبعونه، تمتص الشمس، بس انه الافشنسي تبعتها كتير قليلة، يعني الفائدة اللي بناخدها منها كتير قليلة. بس الحلو فيه إنه بنقدر ندخلها بالديزاين، نقدر نوظفها بالديزاين تبعنا. يعني هون مش مبينة أصلاً، حتى اللون تبعها بتغير، يعني ممكن ننتجها على ألوان مختلفة تناسب الاستعمال تبعها بالديزاين. يعني إلها خلينا نقول جمالية. البوليكريستالين ثين فيلمز، تشيب وفلكسبل تعتبر، ما فيها أبداً
كريستال جروث، العملية الصعبة اللي حكينا عنها بأول سلايد مش موجودة، لهيك تعتبر less expensive than أول نوع وتاني نوع. flexible، نقدر نحطها على أي مكان، films لأنها هي أصلاً thin films، نقدر نستعملها ونلزقها بأي مكان. ممكن نطلبها بالسكيل اللي بدنا إياه، ما بت يعني ما بتحكموا فينا بالسكيل، أكيد في limit طبعاً، بس السايز تبعها بنقدر إحنا نحدده عادي. في منها أنواع بتكون شفافة، هاي جماليتها وحلاوتها، إنه بنقدر نستعملها على الشبابيك، على الجلاس تبع الشبابيك، ما بكون عندنا أي مشكلة إذا استعملناها على الأزاز، لأنه مش رح تحجب ضوء الشمس عندي، فهاي كمان حسنة إلها، بلس إنه هي كمان less expensive، بس ما نتوقع إنه ناخد منها efficiency عالية، مش رح تولد لنا طاقة عالية ولا electricity عالية. هلأ إذا إجينا على اللايرز تبعونها الثين فيلمز، بنحط لها كوتينج على الوجه الأعلى بيكون شفاف 100%، بعدين بحطوا أنتي ريفليكشن كوتينج، هاي عشان تمنع انعكاس الشمس منها، بعدين بحطوا جنكشن بتوين السيمي كوندكترز لايرز كعازل بين السالب والموجب، هلأ في ويندوز بتكون مصنعة already ومحطوط عليها هاي الفيلمز، بتكون هون طبقة الويندو نفسها الأزاز، يعني بنقدر نشتريها ونلزقها على الأزاز، أو بنقدر نشتري أصلاً لوح الأزاز already محطوط عليها هاي الثين فيلمز. سبتريت حكينا هي طبقة معدنية لحماية أصلاً السيلز، والبي تايب والان تايب طبعا عشان تصير سيمي كوندكتر. هاي شكلها، في منها شفاف، في منها اللون الجراي الاساسي، حسب احنا وين نستعملها نشتريها. طبعا الشفاف كلفته كتير اعلى مقارنة باللون الجراي، لأنه بحتاج للايرز أكتر وبحتاج لبروسيسنج أعلى، حتى نوع الماتيريالز بتغير، بس بفيدنا باستعمالات كتير بحياتنا، زي ما حكينا بنقدر نحطه بس على الشبابيك، يعني نسبة الشبابيك في البيت مش قليلة بتكون، فحلو إذا قدرنا نستفيد منها نحط عليها على الشبابيك عنا. ما بتقلل أبداً من ضوء الشمس الداخل للبيت، مش نحكي يعني إنها بتمتص الضوء، يعني مش رح تدخل لنا ضوء، لا. سهولة تشكيلها، نقدر نتنيها زي ما بدنا، يعني إذا عنا مثلاً أبراج عالية، الهاي رايز بيلدينجز اللي مغطية دبي مثلاً، بنقدر نحط عليها هدول الثين فيلمز. طبعاً بما إنه الأبراج نسبة الأزاز فيها عالية ومغطية البيلدينج كامل، الكلادينج تبعها بيكون زجاجي، مشروع منيح إنه يستعمل عليها thin films. أنا عم بستفيد من الستركشر تبع البيلدينج من غير ما أخرب شكله، وبنفس الوقت عم بستفيد إني أولد طاقة. هلا اكيد مش راح تعمل، يعني مش راح تعطينا الكتريستي عاليه لتشغيل الاتش باك سيستم مثلا، لا، بس ممكن تفيدنا باغراض صغيره جوا البيلدينج، مش خسرانين اشي، يعني هي بتقلل من استهلاك الطاقه بالاخر. الكوبر انديوم
ديزلينويد، نرمز له بالدي اي سي، الكومبانيز اللي بتصنعه، الانرجي بي في، انترناشنال سولار الكتريك تكنولوجيز، المارتن ماريتا، السيمنز. سيمنز طبعا شركة كتير مشهورة بتصنيع البي في سيلز، وسولاريكس. هدول كلياتهم إذا بتدخلوا على الويب سايت تبعهم بتقدروا تتواصلوا معاهم، بتقدروا مثلا إذا بدي مواصفات بانلز أخذها من عندهم، تسعير مثلا برايسز، أي إشي بتقدروا تتواصلوا معاهم. والحلو فيهم إنه سرعة الاستجابة تبعتهم، ما في degradation problem. شو يعني degradation problem؟ يعني مش بشتريها على efficiency مثلا 17 وبعدين بتصير 6، لا استعمالها عادي، يعني أول شهر زي تاني سنة زي ثالث سنة ما بيختلف أبدا. الحلو فيها كمان إنه خرابها قليل، يعني ممكن تعمر لفترة طويلة. هلأ اللي مستعملة بالساعات والآلات الحاسبة مشكلتها إنه كلنا بنعرف إنها بتخرب بسرعة، يعني الآلة الحاسبة يمكن أول أكم من شهر بتقدر تستعملها على هاي الطاقة الشمسية، بعدين بتصير تستعمل البطارية. امتصاصية الضوء عندها كتير عالية، هذا النوع بيمتص 99% من أشعة من ضوء الشمس الساقط عليه. الثيكنس تبعتها 1 to 2 نانومتر، الباند جاب 1، والإفشنسي تبعتها 17.1 بس للموديول 11. ليش؟ لأنه في الجاب تبعتها أكبر من الأنواع الباقية، فبتكون إفشنسي الموديول 11. لا بأس مش بطالة، لأنه إحنا حكينا أعلى إفشنسي عنا 24. في الكادميوم توليرايد، الكومبانيز اللي بتصنعها البي بي سولر، الجولدن فوتون، والماتو سوسيشيا. تتميز إنه الثيكنس تبعتها زي اللي قبلها 1 to 2 نانومتر، الجاب تبعتها أكبر من النوع اللي قبلها 1.44، الإفشنسي تبعتها أعلى 15.8 بس للموديول 10. هون كانت 11 للموديول والإفشنسي تبعت السل نفسها 17، بس هون 10 أقل من اللي قبلها، مع إنه الإفشنسي للسيلز أعلى. إيش برجع السبب؟ نرجع نحكي عشان الجابز اللي بيناتها هاي أكبر. تمام، الجاليوم أرسنويد الثيكنس تبعته بتكون 1 to 2 نانومترز. هلا اللي بفيدنا او اللي لازم ننتبه عليه بهدول الانواع الافشنسي، تقدر تشوف الثيكنس والباند جاب، بس اهم اشي بدنا نتفرج على الافشنسي تبعتها. الافشنسي تبعتها 20% للبانل، السيلز نفسها 25% which is good طبعا. هلأ سيئتها إنه كلفتها كتير عالية، يعني مش visible إنه نستعملها مقارنة بأول نوع. يعني أول نوع الإفشنسي تبعته 24 و less expensive than this type. المالتي جانكشن سيلز سيئتها إنه الأبزوربتيفيتي تبعتها مش كتير عالية. لما قاسوا الإفشنسي تبعتها باللاب كانت أعلى من 35%، طبعاً
very expensive. كثير غالية هاي النوعية. هاي layers تبعت المالتي جانكشن سيلز. هلأ ليش سموها مالتي جانكشن سيلز؟ من الاسم مالتي جانكشن، بتكون فيها layers أكتر، يعني السيلز العادية هديك بيكون بس layer N ولاير P، ال PN junction. بهذا النوع بتكون ال PN layers متكررة، فبتعطينا efficiency أعلى. آخر إشي concentration. هاي كمان very expensive، تعتبر كثير غالية. تستعمل على small scale. أكثر استعمالاتها في ال parabolic trough اللي هي مختصة بال CSP مش بال PV. كمان هي بتمتص حرارة مش بس ضوء. بس إيش؟ ليش اسمها concentration أصلاً؟ لأنه بتعمل على تركيز ضوء الشمس وحرارته على نقطة معينة. المفروض إنه تكونوا ماخدينها بالثيرمال solar cells مش بالفوتوفولتيك هاي. بس وجب إنه نذكر النوع تبعهم. هاي صورة إلها. كيف اللايرز تبعونها ما بتهمنا كتير بالفوتوفولتيك.